تحتفل في صوت التصميم العربي. وطبعا دوحة التصميم هي منصة للمصممين العرب، تقريبا عندنا 22 دولة وعندنا 23 مهرجان ولا معارض موجودة في مشيرب. عندنا دوحة التصميم، منتدى دوحة التصميم اللي هي ترفع نوعية المحادثة عن شلون التصميم يلعب دور انه يخلي حياتنا افضل، مدننا، بيوتنا وبيئتنا. وفي نفس الوقت عندنا دوحة ديزاين دوحة برايس اللي هو المنصة اللي احنا راح نحتفل في اربع مصممين عرب اللي راح يحصلون على جائزة دوحة التصميم 100,000 ريال لكل مصمم. في نفس الوقت عندهم لوجيستيكال سبورت من دي اتش ال وغير الفوائد الثانية اللي موجودة بجائزة دوحة التصميم. معرض التصميم العربي الآن هو معرض تصميم وفن من العالم العربي، بجمع 74 مصمم عربي من الإقليم، بجمع أعمال من أعمال العمارة والتصميم الجرافيكي والأثاث اللي هي بتعكس هويتنا العربية وبتحكي قصتنا كعالم عربي. المهم بهيك فعاليات إنه بتعطي فرصة للمصممين إنهم ينتجوا أعمال جديدة اللي هي بالعادة ما بيقدروا ينتجوها، ويفرجوا شغلهم ويفرجوا مهنتهم لبعض، فبيخلق حوار كتير حلو عن المواد وعن طريقتنا بالصناعة وطريقتنا بالاستهلاك وعن الأرض وعن البيئة. فالحوار هذا كتير مهم بمنطقتنا، وفي عنا مشاركين من المغرب وفي عنا مشاركين من السعودية ومن لبنان ومن الأردن، كلهم بيحكوا بنفس الروح وبنفس الطريقة. في أكثر من مشارك من الأردن، وطبعاً نفتخر فيهم، مشاركينا من الأردن عم بيشتغلوا بالنسيج، عم بيشتغلوا بيعكسوا الهوية الأردنية، بيشتغلوا بالعمارة، بيشتغلوا كمان تصميم الأثاث اللي هو جانب كتير مهم بهذا المعرض. طبعاً فعاليات دوحة التصميم موجودة في كل أنحاء المشيرب، ال 23 اكتيفيتي موجودة هنا، والمعارض راح تكون إن شاء الله موجودة من تاريخ 24 لين تاريخ 5 أغسطس.